التعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان نائب مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ حارث الأزدي. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية. موقف الهيئة من القضية الفلسطينية ثابت كما هو من قبل، كيف تنظرون للقرار الذي أصدرته الحكومة في بغداد حول الفلسطينيين المقيمين في العراق؟ نعم، حقيقة غالبا ما تغتنم الدول المحترمة لعمقها وانتمائها، ولا سيما الدول أقصد هنا العربية والإسلامية، ظروف المواجهات مع الكيان الصهيوني الغاصب بإعلان وقوفها مع هذا الشعب، مع الشعب الفلسطيني البطل الذي يسطر أروع أنواع الصمود والتصدي لجرائم هذا الكيان الغاصب على أرض المسلمين ومقدس من مقدساتهم. غالبا ما تقدم أيضا تسهيلات للمقيمين على أراضيها من الفلسطينيين، وهذا يعد أقل الواجب، وهو ليس من على الشعب الفلسطيني، بل هو واجب يقدمه العربي والمسلم لأخيه الفلسطيني لأجل أنه يواصل نضاله من أجل تحرير فلسطين وبيت المقدس. لكن الحال حقيقة في العراق بعد الاحتلال غير ذلك تماما، فقد تعرض الفلسطينيون لشتى المضايقات وأنواع القتل والتعذيب والاختطاف وسرقة الممتلكات، وها نحن اليوم إزاء قرار غاشم يعني يؤدي إلى التضييق على الفلسطينيين. نعم. قرار يتزامن مع يعني انتفاضة جديدة للأقصى. كان العراق في 2001 أصدر قرارا معاملة الفلسطينيين معاملة العراقي، أي أن له من الحقوق والحقوق كما يتمتع بها أي عراقي. أستاذ حارث، ما الذي تغير حتى يصدر مثل هذا القرار من حكومة العبادي؟ نعم، كان هذا القرار في 2001 أيام استشهاد محمد الدرة، لكن القرار اليوم جاء بالتزامن مع قرار ترامب إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب، فهو قرار يعد انتقاما مما يفعله الشعب الفلسطيني من الصمود والتصدي في إزاء هذا الكيان، وكذلك يعد انتقاما لأصغر مقاومة من الشعب الفلسطيني وهي عهد التميمي، وهي كما يقول عنها الناس هي فتاة 16 عاما بألف رجل. لكن هذا القرار حقيقة يؤكد أن العراق يحاول أن ينتزع عمقه العربي والإسلامي ويتجه تماما إلى إيران. يعني الحكومة، حكومة العبادي، دائما ما كانت تتغنى بالقضية الفلسطينية والمقاومة ونصرة القضية الفلسطينية، كيف من الممكن تفسير هذا التناقض في الموقف والتعامل من قبل حكومة العبادي؟ القرار يعني لا يحتاج إلى كثير شرح. القرار فاضح لتوجهات الحكومة، فاضح كذلك للجهة المتحكمة فيها، وأقصد هنا إيران. القرار ضد فلسطين وضد العرب وضد الفلسطينيين، وهو من باب التضييق عليهم ماليا ونفسيا، ويأتي محاربة لوجودهم. تعمد الإجحاف إزاء الفلسطينيين منهج متبع يعني منذ دخول الاحتلال وإلى يومنا هذا، وليس غريبا عنا ما جرى في مجمع البلديات وكذلك في شارع حيفا. تعرض الفلسطينيون إلى القتل وإلى الاعتقال إلى التضييق إلى التهجير، والآن يسحبون منهم هذه الحقوق ليعطوهم ورقة إقامة يمنون عليهم بها وغالبا لا تطبق. نعم، ما هي الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين الموجودون في العراق لهذه الفترة الطويلة؟ إلى أين سيؤول بهم الحال؟ هو حقيقة الفلسطينيون وكذلك كل العراقيين لا خيار لهم إلا أن يرفعوا الصوت عاليا إزاء هذا التحكم الإيراني وهذا التمدد الإيراني الذي وصل إلى دخاع العظم. يعني يجب أن يرفع الصوت عاليا إزاء هكذا قرارات بالرفض التام وعدم التطبيق، وأن الفلسطيني في العراق هو يتمتع كما يتمتع العراقي من وجود ومن حقوق دراسية وكذلك صحة وكذلك التعليم وهكذا. الأستاذ حارث الأزدي، نائب مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.